معنا اتصال من الأخت ريم من الرياض. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. أسعد الله مساءكم بكل خير. الله يحييك، تفضلي. لو سمحت أنا عندي كذا أبغى أناقش الشيخ في موضوع سؤالين. بالنسبة للموضوع بعض الناس يعني يخون التعبير في بعض الكلمات، مثلا يقول الملك المعظم أو يقول يطلق على مكان ما مثلا استوديو وكذا. أنا سمعت هالشيء، يعني مثلا يقول المنبر المعظم، فأحيانا يخونه الإنسان في بعض التعبير. فأتمنى من الشيخ أنه يوجه كلمة ونصيحة لهؤلاء. تفضل الشيخ. المبالغة في التعظيم للأشخاص أو للأمكنة لا يجوز هذا، لأن هذا يعتبر نوعا من الغلو، فتسمى الأسماء بأسمائها بدون مبالغة.